شوف هذاك دابا هذاك الصندوق مؤطر بما يسمى يعني حساب خصوصي، وهذه الحسابات والحسابات الخصوصيه هذا مكون من المكونات ديال الميزانيه، وطبعا يعني التعديلات ديالهم يعني كتعلق بالطبع بالمواد ديالهم، ولكن في الغالب تطال هذه التعديلات بعض الامور داخل الماده، والماده كتكون فيها مقتضيات كثيره، كتكون فيها الجانب اللي عنده علاقه بالمداخل ديال الحساب، ثم المصاريف، ثم الامور ديال الامر بالصرف، ويمكن تكون عندها علاقه بمقتضيات اخرى. في هذه الحاله دابا اللي كنتكلموا عليها اللي هو يعني دابا كيطلب تعديل هو القضيه الامر بالصرف، وهذا يعني تقول فيها السطر هو تعديل من ناحيه ديال الشكل طفيف. سيتم اقتراح ان يستمر يعني رئيس الحكومه كامر للصرف، يعني حبس هذاك التعديل دابا اللي فيه وزير كذا، وترجع رئيس الحكومه كما السابق، وهذا هو اللي ينسجم مع الدستور. هذا دابا موضوع حسموه يعني دابا المختصين، خلينا المختصين في القانون والدستور، المختصين يعني في الجانب ديال التدبير، الجانب ديال التدبير، المختصين في الاقتصاد، المتابعين، المحللين، يعني كلهم قالوا انه هذا يعني مخالف للدستور، مخالف لابجديه الدستور. هذيك مسألة محسومة، يعني ما بقاش دابا تبغي تقول قضية الحسم هذا استهلك. نعم. وإذا كاينة شي حاجة ممكن جديدة يمكن تناقش في المستقبل. كنقول شي هذا دابا هذا الرأي راه ماشي ديالنا كعدالة وتنمية فقط، راه الرأي ديال واحد العديد من الأحزاب، وكنقول لك ديال الباحثين وديال المخصصين وديال، وهذا هو الرأي الذي ينسجم مع الدستور، لأنه الدستور دابا تيعطي رئيس الحكومة يعني طبعا اختصاصات اللي نجمتها أنه يشكل فريق، وذاك الفريق كيشتغل تحت الإشراف ديالو، ما يمكنش وزير كيف ما بغى يكون الشأن ديالو والكفاءة ديالو ما يمكنلوش يقوم بالسطو على اختصاصات ديال وزارات أخرى، ولذلك أنا اللي نسيت ربما هو أنه حنا فقط باش نستافدوا من المستقبل غادي نحاولوا نفهموا علاش تم هذا الاقتراح هذا. علاش ماشي وزير الشباب والرياضه هو اللي تكلف هذا الصندوق؟ نعم. علاش ماشي وزير الثقافه؟ علاش ماشي الوزير المكلف بمغاربه الخارج؟ علاش ماشي هو الوزير المنتدب المكلف باداره الدفاع الوطني؟ بغيت نعرف علاش بالضبط الفلاحه، بالضبط علاش؟ طبعا هذا تكلف بالطرق وبالصحه وبالتعليم وبالرياضه وبالماء والبيئه والكهرباء والطاقه ما يمكن، يعني هذا عمل ما نحاولوا نفهموا علاش، باش نستافدوا المستقبل، ما هذا عمل ما يمكنلوش يتم، ولا يعني ممكن دابا ممكن من بعد اطار شي حكومه معينه ولا شي تعديل يتم اقتراح هندسه ديال الحكومه جديده. جديدة فيها مثلا أخذ بعين الاعتبار هذا المعطى الترابي الجديد، يعني ديال الجهات تحت العنوان ديال هادشي اللي كيتسمى جهوية متقدمة، غنشوفوها واش متقدمة ولا متأخرة وكذا، ممكن تمشي هندسة جديدة ويتم إلا بغيت تقول تحديد واحد الاختصاص، واحد الاختصاص مثلا يتكلف بالعالم اللي بغيت تقول القروي بشكل مندمج وكذا، ممكن هذا في إطار شي هندسة يعني جديدة وكتضمن النجاعة وكتضمن الشفافية ديال الإنفاق العمومي دائما تحت إشراف رئيس الحكومة، ممكن هذا كيرجع رئيس الحكومة ممكن يقترح مستقبل هندسة جديدة للعمل الحكومي، ممكن نقول لك ممكن دير هندسة جديدة فيها واحد القدر من كبير من لا مركزية ولا تركيز ولا تركيز ديال المركز يعني ديال السونتخ هذا. نعم. طيب. لواحد عدد من الامور انا كنقول لكم ممكن يتم احداث اذا بغيت تقول اختصاصات عندها علاقه بالمرحله، ان كنقول المرحله 5 سنوات فممكن هذه القضيه هذه. نعم. وممكن يجوا نقولوا وزير مكلف بالنهوض بالعالم القروي. ممكن. نعم. وفلاحه تكون اللي مكلف بها الصيد البحري ممكن جدا. ولكن هذه هندسه عندها علاقه باختيار ديال رئيس الحكومه. نعم. مش علاقه بالحشو. بالحشو بالترميع على اختصاصات الاخرين هذا زمان ولا ما انا كنقول لكم من ناحيه موضوعيه هذا واحد الاغراء غير مقبول وغير موضوعي يعني بالمره، و
يعني نعود إلى عهود يعني خلت، إلى تجارب بائدة خلت، حينما كان وزير عنده طبعا يدبر قطاع ولكن يهيمن على قطاعات أخرى لا علاقة له بها. نعم. هذا هو اللي كان يعني مستفز لواحد عدد ديال المتتبعين. ونقول لك بكل صدق راه ما قضيتهم العدالة والتنمية فقط. هذه قضية كتهم التدبير ديال الحكومة. نعم. بشكل في الجانب اللي طبعا متعلقة يعني بالنجاعة بالفعالية بالطبع بالاحترام ضد الصور بالاحترام ديال القانون الشفافية وكذا. لا ولكن